جميل الطلب العيسى ملقب أبو عمر. مكان تاريخ ولادتك؟ معدن جديد 1996. اسمك الثلاثي؟ سند حمود العبود من حمص مواليد 96. اسمك الثلاثي؟ يوسف محمد حسين. مكان تاريخ ولادة؟ الشام حجيرة 1978. الاسم الثلاثي؟ أحمد صالح المحمد. مكان تاريخ ولادتك؟ شمس الدين مواليد 1989. تمام صالح. لقبك؟ أبو صالح. اسمك ثلاثي؟ محمد هايل مبارك. مكان وتاريخ ولادتك؟ بريف دمشق بالسيدة زينب. والدك؟ 1992. بدأ العمل في الخلية وتاريخها؟ بدأت العمل مع تنظيم داعش ب 2021 بالشهر الأول. تاريخ انضمامك لداعش؟ في 2015 الشهر الثامن انضميت لداعش وحطونا بدورة شرعية في مدينة الرقة قرب الصوامع، وبعدها انتقلنا للدورة العسكرية بحويجة شنان. فهنا حاصرونا فقال أما القتال أما المبايعة معنا، فنحن صرنا معهم من جبهة النصرة الداعش. فلما فات الداعش سيطرت على المنطقة كلها، ما عاد إنه مجال نطلع ولا كل شيء، سيطرت على المنطقة. فإحنا مرينا بحصار وجوع يعني، فاضطريت إني أبايع داعش مشان إني أظل آكل وأشرب. طريقة وكيفية التنسيق، كيف نسق مع خليتك؟ طريقة التواصل عن طريق التليجرام النت، يعطينا التعليمات الشايب وأنا أعطيها لأفراد الخلية أبو صالح وأبو عمر الأنصاري أبو محمد حجيرة وأبو النور. تعرفت على أبو القاسم بالسجن، ولما طلعنا من السجن وكنت قاعد بالطبقة ما عاد لقيت بيوت، تواصلت معهم مشان يلاقي لي بيتهم بالرقة، لقى لي بيت وبس اجيت لهون. بعد فترة شي شهر استغلني وطلب مني إنه أمن العبوات عندي بالبيت مقابل 140 دولار. فطلعت معه بالتاكسي، انا هون ما عندي علم بشيء، لما طلعت معه بالتاكسي قعدت على كيس اسود. فقلت له شو هذا الكيس؟ قال لي شو بدك فيه؟ يعني صابني فضول اني افتحه. فتحت الكيس ولقيت مسدسين، واحد كلوك وواحد سبعه.
فقلت له شو هذا؟ قال لي لا تاكل هم ما في شيء وشغله عاديه. فانا هون نزلت من السياره قلت له خيو شيل السياره من اسمي انا ما لي علاقه فيك، لا تتعرف علي لا من قريب ولا من بعيد. فقام بتهديده ابو القاسم مباشر، قال لي خيو اذا بدك تقعد تلعب ديله تحكي لفلان ولا علتان انه انا لقيت عندي مسدسات ترى انا قاتلك. فرجع قال لي اوصلك بشخص اسمه البدوي. فهذا البدوي خذ معلومات شوي عني ورجع وصلني لابو القاسم امير المدينه، قال لي اوصلك بامير المدينه. الفريق أو الخلية اللي تعمل معه من مسؤوله؟ مسؤولة الشايب والي الرقة الأمني. هذا اسمه ولا لقبه؟ لقبه. تعرف اسمه؟ لا. وين مقيم هو حاليا؟ مقيم في الأراضي المسيطر عليها تركيا.